أبو الأسود من مكان لآخر حيوان ابن آوى، وهو من الحيوانات الكلبية المفترسة مثل الذئاب والثعالب، ولكنه يعتمد في غذائه أساساً على الخطف والسرقة والتهام بقايا الفرائس التي تصيدها الأسود، وإن كان في بعض الأحيان يصيد الحيوانات الصغيرة مثل الطيور والفئران. ولقد أسعده الحظ بالعثور على طائر من اللقالق أصيب في جناحه وأصبح عاجزا عن الطيران. وينتهز ابن آوى هذه الفرصة للحصول على وجبة طازجة. نلاحظ أن حيوان ابن آوى يتجنب الاقتراب من رأس الطائر حتى لا يطعنه بمنقاره الكبير المدبب. ورغم العجز الذي يعاني منه الطائر، فإنه ينجو من براثن ابن آوى بفضل صموده وكفاحه ومنقاره القوي.